معنا مشاهدينا الكرام بشأن هذا الموضوع هاتفيا من فيينا أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا سيد ضياء الشمري، مرحبا بك. إذن منذ سنين والنازحون يعانون في مخيمات النزوح، كيف ترى جهود الحكومة في بغداد لرفع هذه المعاناة عن النازحين؟ السلام عليكم بالبداية وتحياتي للجميع وأهلا وسهلا فيكم. حقيقة الحكومة العراقية في الوقت الحاضر لا تبذل أي جهود، هي فقط كلام وإعلام، ولحد هذه اللحظة نحن نعلم لا تقدم إلى النازحين شيئا، ولا تقدم حتى المكانات المنكوبة الموجودة في شمال العراق من الموصل والرمادي والتكريت وحتى كركوك. لحد الآن هذه المناطق المدمرة في العراق هي مدمرة، ولا توجد سعي من هذه الحكومة بإنقاذ المدنيين والعزل في العراق الذين رحلوا إجبارا وقسرا من مناطقهم إلى مناطق أخرى وهي المخيمات في الوقت الحاضر. حقيقة هذه العملية هي مخطط لها وعملية مدروسة بتشريد هذا الشعب ونهب خياراته حتى في حالة الحرب وحتى في حالة الضيق. نحن نعلم، إحنا نعلم هذه العصابات الذي موجودة وتحميها الحكومة أو بالعكس هي التي تحمي الحكومة، الميليشيات والحشد الشعبي وكل هذه الأعمال الإرهابية التي تقوم بها الميليشيات وتأخذ الأتاوة من العراقيين المساكين في الوقت الحاضر. هذه العملية هي مبرمجة يا أخي، يعني عملية واضحة. لا، الشعب العراقي المفروض يعي لهذه العملية. سيد ضياء، ماذا عن مؤتمرات إعادة الإعمار والدعم الذي تسلمته الحكومة لإعادة توطين النازحين؟ أين ذهب هذا مع الحديث عن إغلاق المخيمات؟ والله احنا اذا نتحدث اكو في مخيمات موجودة في شمال العراق في المناطق اللي تسمى بالمناطق كردستان العراق، فيها ما في هذه المخيمات وفيها دعم بسيط ليست من الحكومة وانما من المنظمات العالمية الانسانية. الحكومة العراقية تسرق حتى المساعدات الغذائية التي تصل الى المواطنين الموجودين في المخيمات. الحكومة العراقية هي مجموعة سراق وعصابات حقيقة سلطتها الولايات المتحدة وإيران على أرقاب العراق. من أجل ذلك أستاذ ضياء، منظمة أطباء بلا حدود ذكرت أن نازحي قضاء القائم بمحافظة الأنبار ليس لديهم أي أمل بالعودة إلى مناطقهم، ما الذي برأيك دفع منظمة دولية كبيرة منظمة أطباء بلا حدود إلى الوصول إلى هذه القناعة؟ هذه القناعة والقناعة الأخرى الذي موجودة، هذه قناعة وحقائق، لأنهم عندهم حقائق يبحثون أنه يعودون الناس وخاصة في المناطق الحدودية، هناك تهجير قسري وهناك تبديل ديموغرافي للمناطق الحدودية في العراق، إذا كانت في ديالى وإذا كانت في العمارة وإذا كانت في البصرة. هذه حقائق، والدول العالم والأمم المتحدة تعلم بهذا، ولكن بالوقت الحاضر لأنه الحكومة العراقية مستفردة بهذا الوضع ومستفردة بالحالة الأمنية الموجودة في الوطن العربي، ونحن نعلم ماذا يحدث في سوريا واليمن وليبيا وكل هذه المناطق هي مناطق أزمات في الوقت الحاضر، فهي مستفردة في هذا الوضع ولحد هذه اللحظة لا تقدم شيء الحكومة العراقية. الشعب العراقي في البصرة ينتفض ويطالب بأبسط المطالب، هي مطالب حقوق بسيطة وليست الحقوق العيش الكريم. ما قاعد يطالبون عن العمل والكهرباء والمي، هاي أبسط الحقوق المواطن الذي يطالبها. لكن الحكومة العراقية في الوقت الحاضر لا تصغي ولا تسمع، ملتهية في سرقة أموال الدولة وملتهية. يا أخي يجيبون رئيس وزراء هو لا يعلم، والله ما لا يعرف، لا يقرأ ولا يكتب. طيب، يعني حقيقة يجيبون ناس لا يعلمون بما يجري، هم جايبين سراق. إلى أي مدى برأيك ترى أن محاولات الحكومة والميليشيات من عودة النازحين يهدف إلى تغيير سكاني في مدن النزوح؟ ليس التغيير سكاني، تغيير ديموغرافي حقيقي في العراق.
تهجير مناطق قرى وارياف موجود، هاي حقائق، هاي الامم المتحده اللي تقولها، هاي التقارير الدوليه اللي تقولها، مو احنا المنظمه العربيه لحقوق الانسان، وانما هاي تقارير دوليه قاعد تقول هذه التقارير انه في المناطق الحدوديه في العراق دخلوا الاف بدون جنسيه وبدون هويات بزياره العتبات المقدسه في المناسبات الدينيه وفي الطقوس الدينيه الموجوده في العراق، وذول بقوا بالعراق ويسكنون في العراق وسكنوا في هذه المناطق المرحلة. لحد الآن قضية السنجار، لحد الآن قضية السنجار قضية غير محلولة، ومن يقول لك أنه السنجار انتهت هذا كذب. أهالي سنجار لحد الآن يعيشون في المخيمات، لحد الآن لم يعودوا إلى مناطقهم وسكنهم بعد تحريرهم من داعش. نعم سيدي. إذن أشكرك سيد ضياء الشمري من النمسا، أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان هناك.